الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنكمل مع بعض فكرة الاستعداد الروحي، لأن السلسلة اللي احنا مش فاهم بتقول استعد للقاء إلهك، فاحنا اتكلمنا على نقطتين. النقطة الأولانية استعد لأن يوم الرب يأتي كلص. النقطة الثانية استعد لأنه ليس عند الله محاباة. النهاردة هنتكلم لابد أن نستعد لأن لقاء الله لقاء مخوف جدا للي مش مستعدين، مفرح جدا للمستعد ومخيف جدا للمش مستعد. خلي بالك كده، احنا لما بنيجي بنصلي في الكنيسة بنقول ايه في القداس؟ عند ظهورك او عند مجيئك الثاني المخوف المملوء مجدا. لا ده مجيء المسيح ده، لما تقرا كده انجيل معلمنا ماري مرقس عن علامات الساعة حاجة مرعبة جدا. هيجي المسيح الحقيقة مع ملائكته ويقيم الأحياء والأموات، أو لا يقيم الأموات، علشان يبتدي يحاسبهم كل واحد بحسب عمله. علشان كده الكنيسة بتفكرني بصلاة النوم وبتقول لي هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، وبتفكرني بصلاة الغروب بتقول لي إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي، وبتفكرني في صلاة الستار للي بيصليها. وعلى فكرة الصلاة دي مش حكرة على الرهبان ومعنيها حلوة قوي. يعني شوفوا في صلاة الستار بتقول إيه: يا رب أن دينونتك مرهوبة، تحشر الناس هنتجمع كلنا، تقف الملائكة كل ملاك واقف، وبعد كده تفتح الأصفار يعني الكتب اللي مكتوب فيها خطايانا هتتفتح كلها، وتكشف الأعمال وتفحص الأفكار، أي إدانة تكون إدانتي أنا المضبوط بالخطايا. يا خبر أبيض، ده احنا بنطلب من ربنا ليل ونهار الستر وبنشكره على ستره لينا. فوق بقى للي ملحقش يستعد وملحقش يتوب، آسف في اللفظ اللي هقوله، هيبقى يوم فضايح. يعني يوم فضايح؟ كل حاجة أنا عملتها في الخفاء تكشف علانية، كل حاجة الناس ما كانتش شايفاها فيا وأنا ما تبتش عنها هتنكشف قدامهم. هيبقى شكل اليوم ده صعب قوي قوي للي ما استعدش. علشان كده دايما الكنيسة بتعلمني بتقول لي الحق هنا استعد وتوب، لأن فوق مفيش توبة، فوق مفيش ندم، فوق في تعب. والمسيح أكد القصة دي من خلال مثل مشهور قوي كلكم عارفينه. المثل ده هو مثل إيه؟ اسمه مثل الغني والعذر. يعني إيه مثل الغني والعذر؟ في واحد كان متنعم وغني قوي، وواحد فقير واقف على باب بيته مش لاقي يأكل، وكانت الجراح تيجي الكلاب تلحسها له. إيه اللي حصل؟ إن الغني ده قفل أحشائه، مهتمش إنه يبص على الإنسان الفقير أو الإنسان الغلبان. كانت النتيجة إن لما طلعوا فوق واحد دخل الجحيم، المفروض ما كانش لسه المسيح جه يعني عشان يفتح الفردوس، لكن حتى جوه الجحيم المسيح قال في المثل ده مكانين، مكان فيه تنعم اللي يرمز لفردوس النعيم، ان العاثر كان في حضن ابراهيم متنعم، والانسان الغني في النار المتعبه جدا اللي فضل يقول لابراهيم ويرجوه قل لهذا العاثر ان بس يعدي علشان يحط صباعه على لساني فاتعزى. فرد عليه وقال له بيننا وبينكم هوة عظيمة، ما ينفعش أبدا اللي هنا يجي هنا ولا اللي هنا يجي هنا. فآدي الدرس الصعب قوي، خلي بالك لأن يوم الدينونة يوم صعب، اعمل حسابه من دلوقتي وأنا أعمل حسابه من دلوقتي، ولازم نستعد ليه. ساعتها بقى هتبقى الدنيا مختلفة، ربنا هيقول لناس كتير اللي استعدت نعم من أيها العبد الصالح، كنت أمينا في القليل الآن أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. يعني أنا اللي بكتب نهايتي، مش نهايتي كيوم وفاة، أنا اللي بكتب نهايتي في الأبدية ومصيري، أنا اللي بكتب مصيري إذا كنت هروح هنا ولا هروح هنا. الفرق بين ده وبين ده إن في واحد أخذ الموضوع جد واستعد، وواحد تراخى وعاش حياة الغني متنعم في الأرض وكانت نهايته نهاية وحشة. أوعى يا رب تسمح إن تكون لنا النهاية دي، ودينا روح الاستعداد وروح اليقظة علشان نرث الميراث اللي انت مجهزه لنا من قبل إنشاء العالم. لك القوة والمجد إلى الأبد آمين.